تسمى مصطفى راوراو، الاسم مصطفى راوراو، ممرض رئيسي بمرجان، مركز صحي مرجان. السلام عليكم. بمناسبة الذكرى الغالية على قلوبنا مسألة الخضراء، مسألة ذكرى مسألة الخضراء، ها نحن نتواجد في دخيصة في إطار الحملة أو تنظيم القافية الطبية بشراكة مع العمالة مكناس ومجلس البلدي دخيصة، مندوبة وزارة الصحة، جمعية الشبكات الصحية للتنمية من أجل التنمية الصحية مكناس. وهنا نتواجدوا في واحد القاعة اللي التخصص ديالها هو السكري. اولا كاين هناك كما تلاحظوا كاين قياس الخزان بما يسمى ما نعرفوا الهيموغلوبين غليكي، وهنا قياس الضغط الدموي، كذلك قياس السكري. وهاد الناس هاد القياسات هادو كنديروا العبار ديالهم يعني اولا كنعبروا يعني عن طريق يعني هذاك الشيء الوصفات الطبيه اللي كيجيو لنا الناس يعني كيجيو مع الطبيب، وكان هاد الناس هادو كيشملهم هاد الفحص هذا.